السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنطبق دلوقتي اللي خدناه في الدرس اللي فات، درس صغير جدا بتاع التوكنيزيشن اللي هو تفريق كلمات النص. هستخدم جوبيتر نوتبوك وهنستخدم لغة بايثون إن شاء الله. اللايبرري اللي هنستخدمها اللايبرري المشهورة جدا NLTK اللي هي Natural Language Toolkit. فإحنا أول حاجة هنعملها هنعمل import library، هنعمل import NLTK Shift Enter، عملنا import library. هناخد بقى من اللايبرري ال word tokenizer، هنعمل from NLTK import word underscore tokenize. تمام، بقى ان احنا نحدد الجمله بتاعتنا، فهنعمل variable هنسميه sentence equal يعيش محمد في جمهوريه مصر العربيه كده. انتر. عايزين دلوقتي نعمل tokenization، نعمل word underscore tokenize، نفتح brackets ونحط السنتنس بتاعتنا. طبعا ممكن نكتب على طول لكن نحط الفاريبل اسهل بكتير قوي. نعمل shift enter، قسمها لكلمه كلمه. طيب عايزين نقسمها لبايجرامز وترايجرامز زي ما شفنا في الدرس اللي فات. هنعمل import from nltk import n grams. اللي احنا هنعمله هنحطه في list عشان يطلع زي الاوتبوت اللي فوق اللي هو معمول بالخط الاحمر. نفتح ليست، بعد كده هنحط فيها ان جرامز، وجوه الان جرامز هنستخدم السنتنس بتاعتنا اللي هي يعيش محمد في جمهوريه مصر العربيه كده. استخدم فانكشن سبليت او يقسمها، وهنحدد له بعدها بكوما 2 ان احنا نقسمها 2 2. هندوس انتر، هيقسمها 2 2 باي جرامز زي ما شفنا. طيب هل ممكن نعملها 3؟ نيجي ناخد نفس الجمله هي نعمل لها كوبي نفس الكوماند اسف، ونجرب نخليه 3. انتر، هيقسمها زي ما احنا عايزين. وهكذا الفايل لو حد عايز ينزله هيلاقيه على اللغوي.